السلام عليكم طلابنا الأعزاء، إن شاء الله اليوم رح نبلش بالوحدة الثالثة بالدرس الثالث وهو الجذر التكعيبي للعدد النسبي. اليوم إن شاء الله رح تكون نتاجاتنا: أولا أن نجد الجذر التكعيبي لعدد نسبي يمثل مكعبا كاملا، يمثل مكعبا كاملا. ثانيا أن نقدر الجذر التكعيبي لعدد نسبي يمثل مكعبا غير كامل، مكعب غير كامل. نبدأ بمثال مكعب خشبي حجمه 64 على 125 ديسي متر مكعب، ما طول ضلعه؟ بداية نكتب القانون: الحجم يساوي مكعب خشبي حجمه 64 على 125 ما طول ضلعه، طول الضلع تكعيب. طبعا الحجم المقصود فيه حجم المكعب. حجم المكعب معطيني اياه هو عبارة عن 64 على 125 يساوي طول الضلع، احنا ما بنعرفه، سين تكعيب. حتى نجد طول الضلع لوحده اللي هي سين، سوف نأخذ الجذر التكعيبي للطرفين ونجد سين، هنا التكعيبي سين، وهنا هذا ما سوف نتعلم اليوم كيف نتعامل مع الجذر التكعيبي للعدد النسبي. المكعب الكامل هو العدد الذي يمكن كتابته كحاصل ضرب عدد صحيح في نفسه ثلاث مرات. مثال: رح ناخذ 125 كعدد صحيح، وكذلك رح ناخذ مثال على العدد النسبي متى يكون على صورة مكعب كامل. هناك شرط يجب أن نحققه حتى يكون مكعب كامل، وهو هذا الشرط أنه يكون البسط عبارة عن مكعب كامل. البسط يجب أن يكون مكعب كامل، ويجب أن يكون المقام أيضا مكعب كامل. مثلا 8 هو عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 2، 27 هو عبارة عن 3 ضرب 3 ضرب 3. طيب نرجع للبسط، هل البسط مكون من عدد حاصل ضربه ثلاث مرات في نفسه اللي هو 2 في 2 في 2؟ نعم. هل 27 هو عبارة عن ضرب عدد صحيح في نفسه ثلاث مرات؟ هو 3 ضرب 3 3، إذا نعم. نسمي 8 على 27 العدد النسبي نسميه مكعبا كاملا، لأنه حقق الشرط اللي هو أن يكون البسط مكعب وأن يكون المقام أيضا مكعب.